السلام عليكم، مرحبا بكم، مع سلامتكم من جديد. وصفة من صفنا دائما تعجبكم وفي متناولكم ان شاء الله. مع السلامة. سكر بلا ما. اليوم الوصفة تاعنا عندنا كيكة تاع الشوكولا. اسهل طريقة للعمل بها كيما راكم تشوفوا المكونات اللي راهم عندنا. ما تنساو ديرنا ابوني في الصفحة، بارطاجي الفيديو يلحق كل جديد ان شاء الله. المكونات عندنا كاس تاع كاكاو يكون مارو ماشي في الكحل، وعندنا كاس تاع السكر، عندنا كاس تاع الزيت، وعندنا تاني كاس غير اربع تاع الحليب، عندكم زوج حبات بيض وواحدة خميرة تاع الحلوى، مع الاخر نديرهم هادوك. تبعوني دوك نبدا ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا عندي البلاطي ها وراهو، هنا حاجة تبداوها عندكم السكر ها وراهو، طريقة يعني سهلة تخدموا بها ان شاء الله تعجبكم، وحاجة سهلة بزاف عليكم. وهذا تاني كاكاو ها وراهو، هذا تاني الزيت، وعندنا مع الاخر نكملو الحليب. دوكا عندكم الخلاط لا روبول تخلطو بيه، اللي ما عندوش يقدر يدير بالفويل. انا فعلكم انا دخلتو حتى السكر يدوب، ما يقعدش السكر والكاكاو الحبيبات تاع الكاكاو والسكر ما يقعد لكمش، لازم يدوب كلش. هنا معكم هنا تحصلوا على خليط هاو اللي كيجيكم ثقيل، هنا كيما راكم تشوفوا الخليط تاعنا اللي درناه. طريقه سهله في الخدمه تاعو العمل تاعو، ماشي حاجه اللي واه كما راكم تشوفوا، وما شاء الله تجي يعني ما شاء الله كما راكم تشوفوا. ها هو تحصلنا عليها. هنا دوك النحي، انا نحي كاس غير ربع تاع الشيكولا، النحي نديرو داخل الكاس ما نخليش تما كما راكم تشوفوا هكذا. هنا نحي كاس غير ربع، هذا نخلوه مع الاخر، هذا نحيو كامل هكذا كاس غير ربع ديرو هنايا، باسكو من بعد نسحقو هذا باش نديرو كارناش تاعنا من الفوق. كيما تشوفو هاوليك وراهو، نحيت انا كاس غير ربع هكذا. دوك نخليه هنا مع الكوتي، نديرو مع الاخر هذا نغطيو عليه ونخليوه. درك انا كيما راكم ما قلت لكمش عندكم ثاني هنا كاس فارينه كيما راكم تشوفوا هكذا، سي ما قلت لكمش انا مع الاول. هنا عندكم ثاني الخميره ديروها معاه، نصفيهم هنا في الصفايه هاليك ديروها مع هكذا ونصفوها مع الصفايه. بو الخميره عندكم تاع الحلوه فيها 11 غرام باش تكونوا على بالكم، ها نوري لكم هاليك وراي فيها 11 غرام. مصفيت انا هاي وراي مصفي وكل شيء هاي. انا تحبوا تخلطوا بالميكسور تحبوا بالفوي هاي وراي. درك انا نزيد لهم زوج حبات بيض اللي قلت لكم عليهم قبيله، هما زوج حبات بيض نديرهم لداخل مع صفار البيض وكلش هاي. دوك نجيب الفوي تاعي ونخلط به، هي الفوي كيدير الفارينة الفوي احسن خا من الروبو. راك تحصلوا عليه دوك. انا نجيبو الزبدة ولا الماكارين اللي عندكم واجدة حاضرة عندكم، تدهنو بها السني تاعكم هاكا، السني عندكم تاع الزاج ولا عندكم تاع الألمنيوم. دوك نشوفو المتوفر عندكم نتوما ديروه، ندهنو كامل كيما راكم تشوفو هاكا السني تاعنا بالزبدة، ومن بعد نرشوها بالفارينة باش العجينة تاعنا كي نحوها متلصقش تنحى عندنا فاصل مو تنحى. ندهنو كامل بالزبدة هكذا
دوك انا اكيد هانت هكذا مليح. هنا نجيبو الفرينه، نمشيو الفرينه ما نخليوهاش هكذا، هاي كتمشيوها باش تمشي لنا كامل مع المول، مع الجوانب بتاعها. دوك كما تشوفوا راني مشيتها مع الجوانب. دوك انا الخليط تاعنا عاد نحطوه لداخل هنا يخدمو لله. عندكم الفول تاعكم تشعلوا على درجة 180، تشعلوا 15 دقيقة الافونس باش تخمر لكم العجينة تاعكم مليح تكون طيب، ما طولكوش تطيب لكم مليح تاني. هاديك درك هنا نحطوا العجينة تاعنا اللي وجدناها، يعني اسهل طريقة كما راكم تشوفوا. وان شاء الله كل يوم ندير لكم حاجه جديده، حاجه سهله اللي ما تكلفكمش بزاف، يعني هذه توجدوها وقت الغفله كي تجيكم الضيف على غفله توجدوها في السريع، يعني ما تشد لكم حتى وقت. ها تمشوها كامل هكذا كما راكم تشوفوها مع الجوانب، باش كي تطلع لنا كي طيب تطلع كامل كيف كيف، ما طلعش جهه على جهه. طريقة دوك هنا كلش تاعي سخنت، دوك هنا نحطها طيب كي طيب نعاود نوريكم كيف جاتني ان شاء الله. درك انا راني خليتها 20 دقيقة، هاي وراهي يعني جات ما شاء الله كيما راكم تشوفوا طايبة الله يبارك جات. درك هنا نشوفها كيف راها طابت لي هنايا، يعني ندخلو غصن هكذا هايلك ما تشوفوش العجينة، هاي وراهي هايلك ها بقاو هنا شوف. دوك هنا نقلبها نحيها منها من البلا هذا، راني نحيتها من البلا هي وراي دورتها. وانا الشيكولا اللي قلت لكم عليها تاع مقبيله هي وراها اللي خليتوها كاس غير ربعة وليك وراهم، هذه نحطوها من كيما راهي سخونه هكذا ديروها من الفوق هكذا وتمشيوها باش تمشي لكم وتدير كامل معاها، ما تخلوهاش وحدها هكذا فوالا. هي قبل ما تبرد لكم الكيكه تاعكم حطوا الشيكولا من الفوق. فوالا هذوك نمسحوها كامل هكذا كما تشوفوا. جيجي ما شاء الله تجي كما راكم تشوفوا. هنا التزيين كيما تحبوا نتوما زينوش، انا كيما عندي حبيبات تاع الشيكولا ها وراك كيما تشوف ها وراي. يعني ها طريقه سهله، يعني ابسط طريقه كيما تشوف التزيين في التحضير تاعها، يعني ما تشدكم حتى الوقت ما تشد لكم والو ما كاين الوقت. دونك نخلوها حتى تبرد مليح وما ديروها مع قهوه حليب، ما عندي ما نحكي لكم عليها. دوك نقسمو وحده ونشوفوها كيفاش جات. دوك نقسموها ونشوفو كيفاش، نعطيكم مرة صغير صغير نقسموه. هاي كيف جات، جات ما شاء الله روعة روعة قمة. الله يبارك جات. يعني روعة في الشكل، روعة في المذاق كما راكم تشوفوا. رانا حقنا نهايه الفيديو، الفيديو المقبل ان شاء الله ندير لكم حاجه جديده، حاجه اللي تعجبكم ان شاء الله وخفيفه عليكم على قلوبكم ان شاء الله.
فيديو المقبل ان شاء الله ما تسوي لنا ابوني الصفحة، بارطاجي الفيديو، يلحقكم كل جديد ان شاء الله. فيديو المقبل، السلام.